بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أسبوع موفقة للجميع، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. باش نطيبوا اليوم سباجيتي بصوص بلانش. عندي 2 زوز حقوق كريم فريش فرغتهم في صحفة، عندي 3 مغارف جبن رابي، عندي مغرفة زبدة، عندي شوية سكالوب، عندي بصلة صغيرة مفرومة، عندي 3 سنون ثوم مفرومين، وعندي شوية سبناخ مفور في الكسكاس ومعصور وقصيته، وعندي لفاحات متاعي فلفل اكحل وزنجبيل مرحي وشويه كليل وزعتر مرحي وشويه حبق مرحي والملح والفلفل الاكحل. لهنا نحطه في المقله متاعنا، نحط الزيت ونحط مغرفه الزبده، نخليه يحمى شويه، ونحط الاسكالوب متاعي المفوح بالفلفل وعصر قارص والملح، نخليه لين نغطيه، نخليه على النار متوسطه لين يطيب الاسكالوب نتاعي. كيف يطيب سكالوب نزيد البصله ونزيد الثوم، نخليهم ونغطيهم، نخليهم لين يذبلوا شويه، ومن بعد نزيد السبناخ نتاعي ونزيد الكريم فريش، ونفوح بالفلفل الاكحل والملح والزعتر والكليل المرحيين والحبق والزنجبيل المرحي. وكان اللي عنده شويه شامبينيون فطر ينجم يحط راجي بنين. انا اليوم ما عملتش خاطر ما عنديش، وراهي تجي بنينه 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 على الاخر. ونخلوه على نار هادي في ساعه تطيب هي. واللي تحبوا زاد الكريم فريش حطوا اكثر، مثلا تحبوا تحطوا حسب افراد العائله، معناها تحبوا تحطوا 2 ولا 3 ولا 4 كيما تحبوا، ضاعفوا الكميه هكا. وهكا تشوفوا في الفيديو كيفاش طيبت الصوص نتاعي. وبعد تالي حطيت الماء نتاعي يغلي باش نطيب السكالوب، سامحوني باش نطيب السباجيتي. اليوم عملت سباجيتي ميلونجي، معناها سباجيتي عاديه وسباجيتي كومبلي بالقمح. اول حاجه اني يعني عودت صغيراتي على ماكله القمح، كسكسي، ميتان، مقرونه، سميد، وكل خطأ، وما عادش عندهم صراحه مشكله مع الماكل حاجه ماكله الحاجه فيها القمح، خطر بصراحه صحيه للكبار والصغار. ونبدلوا شويه، مش ديما نطيبوا بالفلفل الاحمر والطماطم، هكا ساعه ساعه نعملوا حاجه هكا مختلفه شويه. واني ديما نستعمل في الوصفه هذه وتعجبهم برشا ويحبوها وكل المهم هاكم مع الفيديو، ان شاء الله مشاهده ممتعه، وان شاء الله تعجبكم وصفه اليوم. ونرحب بكم بالقدوم وجدد، وان شاء الله تشتركوا في القناه باش تكبر قناتنا بيكم، وربي يفضلكم وربي يخليكم. نخليكم مع بقيه الفيديو، مشاهده ممتعه للجميع.
Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could build a time machine. Cause time moves on, and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine. I'd come and get you, I can't forget you. هنا بعد ما غسلت الماعون وغسلت الجاز وفطرت وفطرنا الحمد لله وشكر لله وان شاء الله قسمكم في الجنة. لهنا عندي سبناخ هذا كله فرزت منه الحاجات الخايبة لوحدهم كل، وبعد حطيته في الماء الدافي ومع الخل عقمته مليح، وبعد قصيته وشيحته كمليح، حطيته في ساشيات وحطه في الكونجيلاتير وقت نستحقها نخرج الشيء اللي حاجتي به. ولهني كيف كيف زاد المعدنوس غسلته مليح وفرسته بالحاجات الاغصان معناها الحاجات الزايده الكل، وغسلته بالخل كيف كيف، وهاني باش زاد نشيحه ونقصه ونحطه في الكونجيلاتير تجي كل كعبه وحده، معناها نشيحه مليح مليح تقعد فيه حتى طرف ماء، وبعد حتى كيف تحطوه كانكم شريتوه تو. الطريقه هذه راه يقعد بها المعدنوس فريشك ويقعد كل الكعبة فرطة واحدة. المهم لهنا نخليكم مع بقية الفيديو، مشاهدة ممتعة، وان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله. بسلامة الناس الكل، وان شاء الله تشتركوا في القناة، وبسلامة.